مش عايزة أفوت إن إحنا لسه عندنا قلق من فيروس كورونا، لو أنت قلقان تعمل إيه؟ هل بالفعل تقوي جهازك المناعي؟ هل تاخد أي نصيحة موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي وتروح تشتري فيتامينات؟ هل تروح تعمل تحاليل؟ هل تروح تعمل أشعة مقطعية على الصدر؟ إيه المطلوب منك في الفترة الحالية عشان تطمن لو مخالط أو لو خايف؟ من حقك تطمن. خلوني أرحب بدكتور محمد عز الدين، استشاري الكبد. مساء الخير يا دكتور. محمد عز العرب، معلش أنا آسفة. إزاي حضرتك يا دكتور؟ أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. خلينا عايزين نطمن الناس، الناس قلقانة، ناس كتير قوي خلطت حالات مصابة، تعمل إيه عشان تطمن إنها سليمة؟ شوف حضرتك، إحنا في بروتوكولات دولية وبروتوكولات محلية الخاصة بوزارة الصحة. تعريف المخالط ده معروف، اللي هو خالط حالة مؤكد تشخيصها بتحليل بي سي ار، مسحه تاخد منه مسحه وطلع بالتحليل ان هو ايجابي. اي حد مخالط له سواء في البيت او في العمل ده اسمه مخالط. في خلال 14 يوم بيتم مراقبه هذا المخالط، لو ظهر عنده اي اعراض خاصه اعراض الجهاز التنفسي سواء حراره، كحه، خاصه كحه جافه، تعب شديد في الجسم، ارهاق، نهجان، اي عرض من دول يستوجب الاستشاره الطبيه فورا. طبعا لو تسمحي لي يعني النقطه اللي حضرتك اثرتيها في غايه الاهميه، هل نعتمد مصدر معلوماتنا على الفيس والواتس ووسائل السوشيال ميديا ولا في مصادر معتمده؟ انا اقول لحضرتك يعني انا في مصادر معتمده. اللي بيدخل في النت شويه وماله يدخل على ال WHO اللي هو منظمه الصحه العالميه، يدخل على السي دي سي اللي هي من اهم مراكز التراصد الوبائية العالمية، يدخل على موقع وزارة الصحة نفسها بتاعتنا المصرية، هيلاقي كل التعليمات الخاصة بكيفية التصرف حيال الأمر بتاعه. احنا دلوقتي جهاز المناعة يا فندم، يعني أنا لا محتاج إن أنا أروح الصيدلية وأعمل تكالب وأشتري في سبيل إن المريض اللي يحتاج لهذه الأدوية لما يروح الصيدليات ما يلاقيهاش، دي مشكلة كبيرة جدا. صحيح. احنا دلوقتي ببساطة روشتة صغيرة جدا، انا جهاز المناعة انا اخليه مصحصح وفايق دايما بحاجات معينة. النوم، اللي هو النوم متوسط، يعني اخذ قسط وافر من النوم. الحالة المزاجية، ونشكر حضرتك يمكن الفقرة اللي قبلها بس ما استفدتهاش بالكامل، هي دي مهمة، مسألة الرعب والفزع والحاجات دي مش عايزينها. مسألة ان انا اخذ التغذية السليمة من مصادر طبيعيه فريش، ما احطش مواد اضافيه، معلش مع احترامي للكل جانك فودز والحاجات دي، لا يعني حاول نبعد شويه لان احنا قدام جائحه حاليا. لازم السلطات والفاكهه كله فريش، ده مهم جدا جدا. ما اخدش حاجه تاثر على جهاز المناعه بالسلب، خاصه التدخين، الادويه خصوصا المسكنات، المضادات الحيويه. انا عايز اقول ببساطه شديده جدا ان اي ادويه سلاح ذو حدين. يعني ما اقولش ان ده فيتامينات مش هيأثر، ده يا فندم احنا بنلاقي في تأثيرات على أجهزة الجسم سواء الكلى سواء الكبد سواء القلب. عايز اقول في أدوية معينة زي الهيدروكسي كلوروكين ما ينفعش ان انا اخده في البيت لوحدي، ده لازم له مواصفات معينة، وياما لقينا في آثار جانبية شديدة جدا قد تصل لا قدر الله للوفاة في حالات تعصب معينة على القلب خاصة وعلى الكبد. فالموضوع لابد من اشراف طبي. عندنا دلوقتي الحمد لله في ارقام فعلا الخطوط الساخنه سواء ال 105 واتحط معاهم شكاوى مجلس الوزراء واتحط معاهم وزاره التعليم العالي، اصبح في ثلاث خطوط ساخنه دلوقتي على مدار ال 24 ساعه ممكن اي حد يتواصل بيهم ان شاء الله. طيب لو حد عايز يعمل تحاليل او اشعه مقطعيه على الصدر عشان يطمن على نفسه ان هو سليم، هل التحاليل دي بتكون كافيه ولا لازم المسحه برضو؟ شوف حضرتك، احنا ده كله بيتوقف حسب الايه الاعراض وحسب هل هذا الشخص عرض بس ممكن يكون حامل الفيروس يا دكتور. ممتاز، انا بشكر حضرتك. طيب حامل الفيروس، هل هو خالط حد في الفترة الأسبوعين ما هو واضح إن إحنا كلنا خالطنا يا دكتور وإحنا مش عارفين. حضرتك بتقولي يعني حضرتك بتقولي حاجة في غاية الأهمية لا بتقولي حاجة في غاية الأهمية اللي هي مش عايزين نسميها قوي، اللي هو بنسميها هيرد اميونيتي أو المناعة القاطية اللي إحنا مش عايزين نقولها، ودي فعلا يعني غير الأصول الأخلاقية عموما. ولكن إحنا بنقول لو في أعراض معينة واخد حضرتك دي بتخليني يعني اوقع ان انا اعمل بعض التحاليل زي صورة الدم، ولو لقيت الليمفوسايتس قليله شويه، في بعض التحاليل اللي بتقول لي ان في بعض النشاطات معينه زي سي ار بي والحاجات دي كلها
في بعض حاجات بتخليني اكتر شويه، حاجه اسمها السيرم كريتين، في حاجه بتبقى خاصيه اكتر لا دي دايمر، خصوصا مع كبار السن او الحالات اللي هي عندهم امراض مزمنه. خليني اقول يعني يجب دلوقتي، يعني عايز اقول ان احنا اطباء ومعظمنا مش قليلين على وسائل التواصل الاجتماعي، بنقعد حوالي 4 لـ6 ساعات يوميا بنرد على استفسارات للناس معرفنا وناس ما نعرفهمش. فخليكم لو سمحتوا، يعني مش عايز اقول ان كل وقت هينزل ويتعرض ممكن لمسائل عدوى، لا خليك مع وسائل التواصل للاطباء، وهو يعني ممكن يدلك على الطريق، وكذلك الاتصال بالخطوط الساخنه المعلن عنها. طيب برضو مش عايز تقول يا دكتور يعني الاشعه مثلا المقطعيه صدر كافيه ولا لا؟ لو طلعت سليمه يبقى كده تمام. حول حضرتك، طب حول حضرتك، احنا يعني مساله الاشعه المقطعيه مش مساله انها غاليه او الحاجات دي كلها، ولكن هي مساله اللي بنسميها الابيوز. اصل مفيش اغلى من الصحه، لو حد عايز يطمن على نفسه وهو قلقان وعنده فوبيا القلق والخوف يعمل ايه؟ بس يعني ما هو لازم بس عشان يشيل الخوف ده من عنده. طب انا بقول لحضرتك، اولا الاشعه المقطعيه بنلاقي بالنسبه للستاتر، بنلاقي للناس اللي هم ايه؟ عندهم عوامل يعني تعرض لزبال حضرتك الحاله او بيخرج كتير، او ان احنا مخلينا ممكن معين الناس اللي هم الاطباء، ولو في اعراض صدريه، اعراض ايه؟ صدريه. لكن نفرض واحد ما عندوش اعراض صدريه، اقول له ليه اعمل اشعه على الصدر؟ لا يا فندم. لكن ممكن لو انا خايف قوي ممكن اعمل بعض التحاليل اللي هي الدم اللي قلت لحضرتك عليها. ولو طلعت سليمه يبقى هو كده مفيش مشكله بقى بالنسبه له وما عندوش اي حاجه. ما عنده، بس بشرط ان هو يحافظ على جهاز المناعه بالحاجات البسيطه اللي قلت عليها. وخلينا اقول برضو ممارسه التمارين الرياضيه من الحاجات المهمه قوي في البيت. مش لازم ان انا اجري في الشارع واتعرض لعدوى، لا ان انا في البيت فعلا ممارسه الرياضه من الحاجات المهمه جدا. طيب اشعه الصدر يا دكتور بيتم فيها يعني الواحد بيبقى كاتم نفسه شويه وبعدين الدكتور بيقول له مثلا اكتم نفسك وبعدين طلعه، فبعض الناس بتقول ان ده من الممكن يكون تمرين، يعني ده انتشر برضو تمرين ان هو الواحد يكتم نفسه، لو قدر يكتم نفسه لفتره طويله ده معناه ان هو ما عندوش اي اعراض لفيروس كورونا، ده صحيح ولا لا؟ ما هو بقول لك لا هم لقوا يعني ان دايما الناس اللي هم معرضين او عندهم بيعانوا من الكوفيد 19 ان عندهم نهجان شويه، يعني عندهم نهجان فما يقدرش يكتم نفسه قوي. ولكن دي مش علامه مؤكده، لكن فكر ان انا بوقف نفسي اثناء الاشعه دي مطلوبه عشان اثبت الصوره يعني. طيب بعض الاطباء بيقولوا ان اشعه الصدر دي اكثر دقه من المسحه، صح؟ شوف حضرتك، انا عايز اقول لك ان التجربه الصينيه في الاول كانوا بيعتمدوا على البي سي ار المسحه فقط، وبعدين لقينا مره واحده الاعداد اللي هم بيعلنوها لقيناها زادت جدا. فقالوا فعلا بداوا يعتمدوا على الفايندنجز او الحاجات اللي بيشوفوها في الاشعه المقطعيه للصدر، وهي فعلا دي الدليل. بمعنى انا عايز اوصل لحضرتك معلومه صغيره، ان في نسبه حساسيه البي سي ار مش 100%. يعني ممكن الواحد يكون عنده الكوفيد 19 وبي سي ار بلاقيه سلبي، واخد حضرتك؟ الحساسيه بتوصل 60 65 70%. فاذا عندي جاب حوالي 30%. فهنا الاثنين بيكملوا بعض، وفي دول كتير حطت الاشعه المقطعيه للصدر من ضمن العوامل التشخيصيه الهامه زي البي سي ار. بيطلع ايه في الصدر بقى علشان اقول ان ده فعلا ممكن يكون عنده؟ لا دي طبيه بقى، انت مش لازم تعرفي كل حاجه. بقعه بيضاء يعني؟ لا لا اصل انا قاعد اعرف الموضوع. لا 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 بنلاقي فيها حاجات الاطباء بيعرفوها، حاجه اسمها جراوند جلاس، حاجات كده، في حاجات بنعرف بيها النمونيا اللي هي الالتهابات الرئويه. بحضرتك بتبان قوي في علامات الاشعه الصدر، سواء الاشعه العاديه او الاشعه المقطعيه، وان كنا بنحدد دايما ايه الاشعه المقطعيه. طيب اخيرا يا دكتور، موضوع ان حاسه الشم والتذوق ده وانه يكون ده بدايه للاصابه، هل ده صحيح؟ عشان في ناس كتير قوي بتقول لو خلاص بحط بيرفيوم ولو انا شميته يبقى كده خلاص انا ما عنديش حاجه، ده صحيح؟ انا بشكر حضرتك النقطه المهمه دي. شوفي احنا بنقول حاسه الشم والتذوق بتتاثر في معظم امراض جهاز التنفس. فاذا هي مش علامه مؤكده للكوفيد 19، ولقيناها من ضمن الابحاث المنشوره انها بتحدث في حوالي من 10 لـ15% المرضى الكوفيد 19. اذا مش كل مريض كوفيد 19 الاقي عنده فقدان حاسه الشم او التذوق، ومش معنى فقدان الحاسه دي معناه ان هذا الشخص يعاني، هي تساعد في الاعراض الثانيه ولكنها ليست كل الاعراض يعني. ومش معناه كمان ان ياكل كتير عشان يثبت لنفسه ان هو كويس. لا هو احنا بنقول الاكل التغذيه السليمه، مش الكتير طبعا، لا مش كتير طبعا. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد عز العرب استشاري الكبد على هذه الايضاحات.